أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع صوت العراق ومقال تحت عنوان العملة المهربة خارج البلد. يقول الكاتب خالد القيسي منذ 2003 دأب نفر ضال على نهب أموال العراق العامة برغبات لا تشبع من هم من مزدوجية جنسية وطاروا بها إلى بلدان تأويهم أيام العوز وتتصدق عليهم فاشتروا المولات والمطاعم والمستشفيات في الداخل والخارج. يضيف الكاتب إنهم يخططون بأجندات ظاهرها براق وغاياتها تعطيل حركة البلد بنمو اقتصادي وإبقاء أغلب الناس تحت خط الفقر بأساليب دخيلة على جيلنا وأجيالنا السابقة كذلك لتغير حبنا وانتماءنا وما اعتدنا عليه لوطننا جميل. تهريب العملة إلى أنحاء العالم وحسب تقارير لوكالات عالمية موثوقة تم إبلاغ الحكومة بها عن طريق الخزانة الأمريكية، فضلاً عما تراه الناس وتلمسه بما لا يحتاج إلى دليل وبرهان. ذلك لم يوقف متحركاً ولا يتحرك ساكن من لدن الحكومة المكبلة بمافيات يشترك فيها الكثير. كلما نقول ونأمل بأن الحكومة قادرة على لجم الفساد والمهربين ومحاسبة الإثراء غير المشروع وهي المعنية بالنهوض بالبلد في مجالات كافة اقتصاداً وزراعة وصناعة، ولكن يصطدم هذا المعنى والإرادة بزيادة وتيرة النهب واللصوصية وتقاسم السحت المحرم شرعاً وقانوناً. كل شيء أصبح مباحاً في البلد برؤية من يسرهم التحويلات إلى الخارج والقبض منه بسهولة ويسر وحرية الحركة من دون مساءلة والنجاة من الملاحقة البسيطة إذا كانت هناك مراقبة وقبضة القانون، حتى أصبح المرتزقة بالأموال المسروقة أصحاب بنوك ومقاولين وهم من يتحكمون بالعملة الصعبة. ونقرأ مقالاً لصحيفة المدار للكاتب عبد المجيد صلاح داود تحت عنوان أسر المغيبين مشكلات فاجعة وحقوق ضائعة. يقول الكاتب على الرغم من أن ملف المغيبين ملف ذو طابع إنساني إلا أنه أخذ طابعاً سياسياً بحتاً مؤخراً إذ تتصدر هذه القضية المفاوضات السياسية والمباحثات الحزبية بين الأحزاب، فضلاً عن أنها أصبحت معياراً أساسياً يطرق ويطرق على طاولة المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة. ويضيف الكاتب في الوهلة الأولى تعرضت تلك الأسر بالأحرى لعمليات عنف مباشرة تمثلت بممارسات تغييب الرجال بالقوة وبالتالي بث الرعب والصدمة في نفوسهم ونفوس أسرهم، حيث أضف لذلك تمحور هذه الشريحة من الأسر في نطاق النشاط السياسي كونها أصبحت ورقة سياسية أكثر مما يتوجب أن تكون عليه ورقة إنسانية واجتماعية. إن أبرز تحدياته هي الوصمة الاجتماعية، إذ وصمت تلك الأسر بوصمة المغيبين الذين أصبحوا من أضعف فئات المجتمع تفاعلاً ومنزلةً نتيجة غياب رب الأسرة أو معيلها، وعطفاً على هذا أصبحت دائرة التخوين والشك تحوم حولهم باعتبارهم موضع شك بانضمام أحد أفرادهم إلى التنظيم الإرهابي داعش. إلى جانب حالة الفقر والعوز المادي التي أصابت الأسرة، ولا سيما أنهم يعتمدون على مزاولة الأعمال الزراعية البسيطة، ففقدان رب الأسرة أو أحد أفرادها أدى إلى ضعف الإمكانيات البشرية، وهذا ما استولد مشكلة مركبة ألا وهي عمالة النساء والأطفال والتسول والتسيب المدرسي. تؤكد أغلب المواثيق الدولية المتعلقة بقضايا الاختفاء القسري أهمية التعويضات لضحايا الاختفاء القسري بما يكفل ضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
نفذت إسرائيل غارة بطائرة بدون طيار استهدفت مجمعا دفاعيا في إيران، حيث تبحث الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عن طرق جديدة لاحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية. وفقا لمسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على العملية حاصلة هناك، ونشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا حيث قال مسؤولون إيرانيون إن الدفاعات الجوية للبلاد صدت محاولة هجوم شنتها 3 مروحيات رباعية صغيرة استهدفت مصنعا للذخائر في مدينة أصفهان بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مؤخرا بسبب عمله في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وأوضحت الصحيفة أن هذا الهجوم يمثل أول هجوم معروف تنفذه إسرائيل في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو. في الأسبوع الماضي أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق بينهما، شملت سلسلة من السيناريوهات لاختبار قدرتهم على إخراج أنظمة الدفاع الجوي وإعادة تزويد الطائرات النفاثة بالوقود، وهما أمران يمكن أن يكونا عنصرين رئيسين في ضربة عسكرية كبيرة على إيران. إن الحجم الصغير للانفجار يشير إلى أن الهدف لم يكن مخزناً للذخيرة، ولكن يمكن أن يكون مختبراً أو موقعاً لوجستياً عسكرياً. وبحسب الصحيفة فقد قال سولومون إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن المستودع يقع عبر الشارع من موقع تابع لوحدة تابعة لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، وهي منظمة خاضعة لعقوبات أمريكية عملت مع مجموعة شهيد همة الصناعية المسؤولة عن برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ووزارة الدفاع الإيرانية. قال صحيفة ديلي تيليغراف إن الشرق الأوسط بات على حافة السكين، وأن على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي بدأ جولة بالمنطقة مؤخرا الأحد استخدام التأثير الأمريكي لوقف التدهور. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى هجوم القدس يوم الجمعة والذي قتل فيه 7 مستوطنين في أكثر الهجمات القاتلة التي تشهدها إسرائيل منذ 10 أعوام، وحذرت الصحيفة من أن يتحول التوتر الأخير إلى انتفاضة وبقيادة ما يعرف بخلايا الذئب المنفرد. فقد كان أحد المهاجمين في سن 13، وفي غياب الحل السياسي فإن الجيل الجديد من الفلسطينيين باتوا أكثر وعيا. وتعتقد الصحيفة أن تخفيف حكومة الاحتلال الإسرائيلية قوانين حمل السلاح للمستوطنين هو إشارة واضحة عن تدهور الوضع، وسيتم تسريع عمليات الحصول على الأسلحة وتمديد الرخص. في ظل هذا الجو الملتهب وصل بلينكن للمنطقة ليجري محادثات على مدى 2 بعد قضاء نهاية الأسبوع في مصر، وليس لديه على ما يبدو أي مبادرة من واشنطن. فقد حاول باراك أوباما ومن دون نجاح إنعاش العملية السلمية في وقت نقل فيه دونالد ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، وهو قرار لم يلغه بايدن. وما يشغل اهتمام نتنياهو هو المشروع النووي الإيراني والإصلاحات القضائية، وليس لديه الوقت للتركيز على المحادثات مع الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس التنسيق الأمني مع قوات الأمن الإسرائيلية، وهو قرار لن يخفف من التوتر الأمني. وردت إسرائيل من خلال زيادة حضورها العسكري في الضفة الغربية، وليست هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها المنطقة على حافة السكين، ومطلوب من أمريكا استخدام تأثيرها لإيقاف التدهور. إلى صحيفة العرب الجديد ومقال للكاتب بلال تركية تحت عنوان تقرير الأسلحة الكيماوية في سوريا، جرائم مثبتة وعدالة غائبة. للمرة الثالثة تتأكد مسؤولية نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل في سوريا، وذلك بحسب التقرير الثالث لتفريق
الفريق التابع للتحقيق وتحديد الهوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمعني بالتحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والذي صدر في لاهاي في 27 من يناير كانون الثاني في عام 2023، واستغرق العمل عليه عامين تقريبا، وركز على الهجوم المرتكب في 7 أبريل/نيسان 2018 الذي استهدف مدينة دوما المحاصرة. فقد خلص التقرير هذا إلى أن الطائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لجيش النظام والتي عملت تحت قيادة ما يعرف باسم قوات النمر أسقطت اسطوانتين تحملان غاز الكلورين السام بتركيز عال جدا مبنيين، وسقطا على مبنيين سكنيين في وسط المدينة. اعتبار هذا التقرير الصادر حديثا خطوة صغيرة نحو تحقيق العدالة الدولية، إلا أن الطريق لا يزال طويلا، إذ إن ولاية أو نطاق اختصاص فريق التحقيق وتحديد الهوية محصورة بتقصي الحقائق، فهو ليس هيئة ملاحقة قضائية أو كيانا قضائيا، كما أنه ليس مسؤولا عن تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد أو المنظمات أو الدول. ولذلك يجب أن تكون الخطوات التالية على الساحة الدولية عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية مثل محكمة العدل الدولية في استخدام نتائج هذه التحقيقات، وتتبع سلاسل القيادة ضمن جيش النظام، والبدء بمحاكمات ضد من تجاوزوا كل الأعراف والقوانين الدولية وبصورة تثير الاشمئزاز في النفس البشرية السوية. كما أن هذه النتائج يجب أن تعيد إلى الأذهان أن المجتمع الدولي يجب أن يحرص على مثول المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء وتلقيهم الجزاء العادل. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. متابع وإياكم الكاريكاتير. جاء في الجزيرة النت: أسد الأطلس بالمغرب، حكاية زئير يمتد لآلاف السنين. آخر مرة شوهد فيها أسد الأطلس في الطبيعة بالمغرب كان في أربعينيات القرن العشرين، إذ التقطت له صورة من إحدى الطائرات الفرنسية وهو يمشي وحيدا بفروه الأسود المميز وسط ثلوج جبال الأطلس وفق الروايات المتداولة. وفي ديسمبر كانون الأول من عام 2022 أعلن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في المغرب اكتشاف بقايا عظمية لأسد الأطلس داخل مستويات أركيولوجية يعود تاريخها إلى أكثر من 100,000 سنة. هذا الاكتشاف أضيف إلى اكتشافات أخرى لبقايا عظمية في مواقع متنوعة تحكي
جمعها حكاية زئير يمتد لآلاف السنين، وتعرض هذه الحكاية أيها السيدات والسادة للمرة الأولى في معرض مفتوح أمام الجمهور والمتخصصين في الحديقة الوطنية للحيوانات بالعاصمة الرباط، والتي تحتضن عشرات الأسود وترعاها في إطار برنامج حماية أسود الأطلس في البلاد. ونشرت البي بي سي هذا الخبر. رصد مراقبو السماء في اسكتلندا مشهدا نادرا، حيث بداية هذا الأسبوع رصدوا مشهدا نادرا جميلا، إذ شاهدوا سحابة صدفية تعرف باسم أم اللؤلؤ. تعد هذه السحابة من أعلى السحب التي يمكن رصدها في الغلاف الجوي، إذ أنها تتشكل في ظروف شديدة البرودة وتعرف بألوانها المتلألئة، لذلك يشار إليها باسم أم اللؤلؤ. وقال أحد راصدي الطقس في خدمة بي بي سي وذر: سحابة صدفية مذهلة رصدت عند غروب الشمس الليلة مع بعض طيور النورس تحلق فوقها، يا له من منظر رائع وجميل. تتشكل السحابة الصدفية هذه في ظروف شديدة البرودة فوق المناطق القطبية وداخل طبقة الستراتوسفير على ارتفاع يتراوح بين 19 و30 كيلومترا في الجو، وذلك أعلى بكثير من الغيوم العادية. وتعد هذه السحابة ظاهرة نادرة في المملكة المتحدة، إذ لا تتوفر لها عادة الظروف شديدة البرودة المطلوبة. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لم يكن ليتوقع أحد بأن الحلم بالصعود إلى الفضاء قد يتحول إلى أحد أسوأ الكوابيس في حياة رائد الفضاء السوفيتي سيرجي كريكيليف، ويصبح الفضاء بوسعه واتساعه بمثابة سجن له. ماذا تعرفون عن رجل الفضاء المنسي؟ المواطن السوفيتي الأخير. بدأت الحكاية عندما ذهب مهندس الطيران البالغ من العمر آنذاك 33 عاماً سيرجي كريكيليف في رحلة علمية إلى محطة ميرا الفضائية التابعة للاتحاد السوفيتي عام 1991 من قاعدة بايكونور الفضائية السوفيتية التي تقع في كازاخستان. وكان من المفترض أن يعود سيرجي بعد 5 أشهر، إلا أنه لم يتمكن من العودة إلى الأرض مجدداً إلا بعد نحو العام، وذلك لأن الدولة التي أرسلته لم تعد موجودة. فقد شهد يوم 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي، لتصبح محطة الفضاء التابعة للاتحاد السوفيتي موطنه المؤقت، وبات يطلق عليه عشية ذلك اليوم بآخر مواطن في الاتحاد السوفيتي. العودة إلى الأرض. كريكيليف اعتبر بطلاً قومياً، إذ كان بإمكانه المغادرة بشكل فردي عبر كبسولة عودة على متن المحطة الفضائية معدة للاستخدام الطارئ، لكنه رفض أخذها لأن ذلك يعني نهاية حياة محطة مير لعدم توفر فريق بديل داخل المحطة يستأنف العمل عليها. وبعد 3 أشهر إضافية عن موعد عودته المقرر سلفاً، تمكن فريق روسي ألماني بمهمة فضائية استثنائية من إعادته بعدما دفعت ألمانيا 24 مليون دولار لاستبداله برائد فضاء ألماني ليظهر ضحية الفضاء المنسي أخيراً على الأرض شاحباً ومتعرقاً كقطعة من العجين الرطب مثل ما وصفته التقارير الصحفية آنذاك. شكرا.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.